واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو مساء اليوم فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وأجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، كما حضره من الجانب الشيشاني عدد من المسؤولين.